اقتضى عزته وحكمته أن تكون الحياة الدنيا ميدانا للصراع بين الحق والباطل والكفر والإيمان والظلمات والنور، وهو الذي أوجد هذه الظلمات، وهو الذي يستحق الحمد على ذلك أيضا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي أوجد هذه الظلمات، أوجد الكفر والكافرين والظلم والظالمين والفساد والمفسدين، مع أنه لا يحب الكفر ولا الظلم ولا الفساد. وأما النور فهو صفته وهو اسمه، وما يكون في قلوب العباد من النور هو أثر من آثار هدايته لهم إلى الإيمان والتوحيد والتفريد. ودوما النور مفرد والظلمات جمع، لأن النور هو الحق والحق واحد، وأما الظلمات أي الباطل فمتكاثرة وهي كثيرة من الشبهات والشهوات ووجود شياطين الإنس والجن الذي يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يستحق الحمد على جعل الظلمات والنور، أوجد الكفر والكافرين والظلم والظالمين والفساد والمفسدين. تعجبت الملائكة من ذلك وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. هو عز وجل العليم تبارك وتعالى، العليم العالم العلام، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. علمه أحاط بالكليات والجزئيات والغيب والشهادة والماضي والحاضر والمستقبل والممكنات والمستحيلات. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال إني أعلم ما لا تعلمون. علم أن سيكون من ذرية آدم عليه السلام الرسل والأنبياء والصالحون والمصلحون والأولياء والأصفياء الذين سيشقون طريقهم رغم وجود كل هذه الظلمات، رغم وجود شياطين الإنس والجن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. إذن هذا الصراع ينتج عنه اصطفاء وتمايز للقلوب الطيبة عن القلوب الخبيثة، للقلوب التي سوف تنجذب إلى الباطل وللقلوب التي سوف تنصاع إلى الحق. قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إذن المعركة محسومة، في الدنيا سينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، سيتحسرون عليها لأنها لن تؤدي إلى مراداتهم، ستكون عليهم حسرة ثم يغلبون أي في الدنيا. فالغلبة لدين الله عز وجل، وليس الأمر في أعيان المؤمنين، وإنما الوعد بالتمكين والنصر في مجموع المؤمنين. فقد يفارق هذا جيلا دون جيل، ولكنه في المجموع وفي نهاية الأمر ومآله الدولة للإسلام والنصر لهذا الدين والمستقبل لهذا الدين. وليس يعني هذا أن كل جيل ينبغي أن يرى التمكين، بل قد يغيب هذا عن جيل دون جيل، بل عن رسل ورسل آخرين أو عن أنبياء وأنبياء آخرين. فإن موسى عليه السلام وهارون عليه السلام مات في زمن التيه ولم يدخل الأرض المقدسة، وإنما جعل هذا الأمر أو هذا التمكين على يد يوشع بن نون غلام موسى عليه السلام. فأنت تفعل ما عليك ولا عليك، وإن كان موسى دعوته ومكانته ووجاهته في نبوته أعظم من وجاهة ونبوة يوشع بن نون، ومع ذلك الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء.
الله تبارك وتعالى يؤتي الملك من يشاء، ينزع ملك من يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء، يستخرج بهذا التداول للأيام، وتلك الأيام داولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا وأمحق الكافرين. يستخرج بهذا التداول في الأيام بين الضعف والقوة والاستضعاف والتمكين واليسر والعسر والرخاء والشدة والعافية والبلاء أنواعا من العبودية من قلوب أوليائه وأصفيائه، يقينا وخوفا ورجاء وتوكلا وتفويضا وانكسارا وافتقارا وتضرعا إليه عز وجل. هذه العبودية في الحقيقة هي أحب إليه من أن يكون الناس أمة واحدة على التوحيد، من أن يكون الناس أمة واحدة على الإسلام. أحب إليه عز وجل من أن يكون المجتمع مجتمع ملائكة معصومين. بل لولا هذه الذنوب ولولا هذه المعاصي بل ولولا هذا الكفر لما وجد الجهاد في سبيل الله، لما وجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما وجد من يسطر بدمه خطبته ودعوته إلى الله تبارك وتعالى بشهادته في سبيل الله عز وجل. المعركة محسومة، ولكن لماذا قدرها الله؟ ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. الله ليميز الخبيث من الطيب قدر هذا الصراع وقدر هذه المعارك من أجلك أنت أيها المؤمن، من أجل أن تحب الله وحده وترجوه وحده وتخافه وحده وتجاهد في سبيله وحده وتتوكل عليه وحده، لكي تهاجر ما نهى الله عنه وتؤهل نفسك للهجرة في سبيله بالبدن أيضا، ولكي تجاهد في الله حق الجهاد، تجاهد نفسك في ذات الله، تجاهد شيطانك الذي يجري منك مجردين من العروق في ذات الله، ثم تؤهل بعد ذلك أن تجاهد الكفار والمنافقين وأن تغلظ عليهم، تجاهد المنافقين بجهاد الكلمة والبيان، وتجاهد الكفار بجهاد السيف والسنان. وإن كان كلاهما يجاهد بالكلمة والبيان والسيف والسنان، ولكن جهاد الكفار أخص بالسيف والسنان، وجهاد المنافقين أخص لشبهاتهم بجهاد الكلمة والبيان. ولكن المؤمن في سيره إلى ربه يترقى في كل هذه المنازل الإيمانية والمراتب من مراتب العبودية، من الإيمان والهجرة والجهاد. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. هذه الآية التي ينبغي علينا أن نتشبع بأنوارها وأن نفهم كيف نترقى في مدارجها، وينبغي علينا أن نتدارسها كلمة كلمة حتى نكون من أولئك الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى، من الذين اختارهم الله واستعملهم الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يغرس في هذا الدين غرسا بكلتا يديه، ينشئهم على طاعته أو يستعملهم في طاعته. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قيل: وما يستعمله يا رسول الله؟ إن الله إذا أحب عبدا عسله. قيل: وما يعسله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. هذا الصمود وهذه الملحمة من البطولة والرجولة التي رأيناها هي ملحمة لا تصنع إلا بقلوب سليمة، إلا بقلوب قد سلمت من كل شيء سوى الله، إلا بقلوب قد امتلأت وحشيت إيمانا وحكمة، حشيت تعلقا بأسماء الله عز وجل وصفاته، ورأت آثار أسماء الله وصفاته في الأنفس وفي الآفاق، علمت أنها ملك لله عز وجل الملك العزيز، وعلمت أنها إلى الله راجعة. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا ملك لله وإنا إليه راجعون، أي وراء هذا العالم الذي قد يقتل فيه الظالم المظلوم هناك دار آخرة يقتص فيها المظلوم من الظالم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو ذر شاتين تنتطحان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أتدري فيما ينتطحان؟ قال: لا يا رسول الله، لا أدري.
قال ولكن الله يدري وسيقضي بينهما بالحق. الشاة الجلحاء يقتص لها من الشاة القرناء ثم يقال لهم بعد ذلك كونوا ترابا، لأنه العدل عز وجل. فبالك بمن يبيد الشعوب؟ فبالك بمن يقتل أولياء الله عز وجل؟ فما بالك بمن يسيل دماء الأولياء على التراب؟ أهذا يضيع هدرا عباد الله؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تعالى الله الملك الحق، أي تعالى أن يكون هذا بلا ثواب ولا عقاب. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أن يترك بلا أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب؟ بل وراء هذا العالم عباد الله عالم الغيب والدار الآخرة، الدار التي لا ظلم فيها في الحقيقة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذه المركزية، مركزية الإيمان بالله والإيمان بالدار الآخرة، هي أمر محوري في صناعة البطل، في صناعة الرجل. هؤلاء الذين يصمدون ويصبرون، لولا الآخرة عباد الله لما طاقوا ذلك، لما لطاشت العقول ولما تحملت القلوب. إنما القلوب تتحمل للإيمان بالله، والإيمان بالله يؤدي ولا شك إلى الإيمان بالآخرة، لأن الإيمان بالله يؤدي إلى الإيمان بحكمة الله عز وجل، وبأنه الحق المبين تبارك وتعالى، وبأنه العدل، وأنه الملك تبارك وتعالى. وهو تمجد بذلك، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. يستحق الحمد عز وجل لأنه الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء. ومن آثار رحمته كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. فإن يوم القيامة من آثار رحمة الله تبارك وتعالى، حتى خلق النار من آثار رحمة الله عز وجل. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حتى لا يستوي المصلح والمفسد، والمؤمن والكافر، والبر والفاجر. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل الله أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. لولا هذه الآيات عباد الله لاحترق القلب من الحسرة، لاحترق القلب واعتصر من الألم. لولا هذه الآيات، ولولا علمنا بأن ربنا عز وجل عليم حكيم، لما طاق القلب هذا الألم، ولما طاق القلب كل هذا الظلم وكل هذه الظلمات التي يعج بها هذا العالم ويعج بها المفسدون في الأرض الذين يسعون في الأرض فسادا. لولا هذا الإيمان بحكمته عز وجل والإيمان برحمته تبارك وتعالى، وأن يوم الدين أثر من آثار رحمته، حتى لا يستوي المؤمن والكافر والبر والفاجر، أفنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ مستحيل، وألف ألف ألف مستحيل أن يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، وأن يستوي المؤمنون والكفار أبدا. حتى يدخل الكفار النار فيرى المؤمنون ذلك ويقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يقول أحدهم ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. لينادي أهل الجنة أهل النار، وأهل النار أهل الجنة، فيزداد هؤلاء نعيما ويزداد هؤلاء عذابا في الحقيقة.